نظراً لعرض كتفيه وكتلته العضلية الضخمة، اعتقد هذا الرجل أنه ذكر مسيطر وقادر على فرض وهرته على ربعه الآخر، ففك رقبته وتزوج. كانت دعسة ناقصة منه، فعندما زرته في قفصه الذهبي أخذ يقوم بحركات عجيبة، أعتقد أنها مارست عليه نوعا من السحر أو الشعوذة. شرد جون شردة عمره واجتاحه خوف دفين، وتساءل في أعماقه هل ستكون نهايته مشابهة؟ يا إلهي، إن بنكرياسه يرتجف بشدة.